اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج متن الخبر نصحفكم في جوله لابرز اهتمامات الصحف العالميه والعربيه والمحليه والبداية مشاهدينا من الصحف المحلية والتي اشتركت بالكتابه عن خنساء فلسطين المناضله ام ناصر ابو حميد حيث قامت قوات الاحتلال مشاهدينا بالامس بتفجير منزل العائله في مخيم الأمعري نبدأ مشاهدين حول هذا السياق من صحيفة الحياة الجديدة حيث كتبت في افتتاحيتها هذا العنوان الوحدة 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 فتقول مشاهدين الحياة في مقالها لا ركام لبيوتنا التي يفجرها الاحتلال الاسرائيلي وانما كلمات تكشف عن, عن جريره الضمير الساكت في هذا العالم عن الظلم الذي ما زال يتعرض له شعبنا يوميا بسبب الاحتلال وتوحش سياسته العنصريه البغيضة والساكت عن الظلم كفاعله وهذا ما تقوله بوضوح لا وضوح بعده كلمات بيوتنا التي يفجرها الاحتلال في الوقت الذي تخزن فيه هذه الكلمات حجارة هذه البيوت المكلومة كي تكون ذخيرة حية في جعبة المقاومة الشعبية السلمية لتؤكد سلامة وصلابة الإرادة الفلسطينية الحرة التي لن يطالها أي تفجير ولا أي تدمير وهي في معركة البناء والتحرير تعيد ما دمره وما يدمره الاحتلال بقرار التحدي الصمود والمقاومة القرار الذي يمسك ويتمسك به الرئيس أبو مازن بثبات وحسم وقد أكده الليلة الماضية لحظة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفجير منزل عائلة أبو حميد المناضلة في مخيم الأمعري بإعادة بناء هذا المنزل الأيقونة النضالية منزل خنساء فلسطين الحاجة أم ناصر التي أعلنت من على شاشة تلفزيون فلسطين مهما فعلوا لن نستسلم المهم الشباب بخير وبيتي فداء للوطن وعلى الاحتلال الرحيل عنا وتضيف الحياة على هذا النحو البليغ هي المقاومة الفاعلة بلا أي تبجح ولا أي استعراضات ولا أي مزايدات شعبوية وعلى هذا النحو تبلغ رسالة للكل الوطني أن واقع الصمود والتحدي هو واقع البناء وإعادة البناء وسلامة مسيرة هذا الواقع النضالي ستظل أبدا بالوحدة الوطنية ولا شيء أوضح من مشهد هذا الواقع الآن حيث الاحتلال الإسرائيلي يصعد من حربه العدوانية ضد المشروع الوطني ليغتال مستقبل هذا المشروع وهو يحرّ اليوم على اغتيال قائده الرئيس ابو مازن بوصفه الحامي لهذا المشروع والرافض لاي بدائل عنه، وتضيف ايضا مشاهدينا الحياه في هذا المقال لا وقت الان لتحليقات بيانات الابراج العاجيه، بيانات الشعارات الثوراجيه بمزايداتها الفارغه ولا فضاء الان لرايات الاحزاب وانما لرايه فلسطين علمها الجامع الذي طالب كان وسيبقى الرايه الاجدى والاعلى والاجمل دائما في مشهد النضال الوطني بتحدياته العظيمه وثباته في طريق الحريه حتى النصر بدوله فلسطين وعاصمتها القدس الشرقيه الوقت الان هو وقت الوحده يقول الكاتب ولا شيء غير الوحده الوحده ومن يرى غير ذلك لن يكون في مشهد المستقبل مشهد فلسطين السيدة والى صحيفة القدس مشاهدينا ونبقى في السياق ذاته والتي كتبت في حديثها هذا العنوان هدم المنازل لن يثني شعبنا عن حقوقه الوطنيه وتقول القدس مشاهدينا في حديثها من الواضح تماما ان دوله الاحتلال لا تستفيد من دروس وعبر التاريخ البشري وكذلك من تاريخ شعبنا وامتنا العربيه والاسلاميه وايضا الشعوب التي استطاعت دحر الاستعمار عن اراضيها والحاق الهزائم به وأمامنا أمثلة عديدة منها عندما اضطرت قوات المارينز الأمريكية مغادرة لبنان بعد سلسلة الهجمات التي طالتها وكذلك الهزيمة التي لحقت بالقوات الأمريكية في فيتنام وقبلها القوات الفرنسية وكذلك القوات البريطانية في الهند وآخر مثال على ذلك إلحاق الهزيمة النكراء بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وتضيف القدس أيضا مشاهدين في حديثها وشعبنا الفلسطيني ومن خلفه من الأمة العربية والإسلامية لا يختلف عن هذه الشعوب غير أن دولة الاحتلال تعتقد بهذه الاجراءات والتي كان اخرها هدم منزله عائله ابو حميد في مخيم الامعري للمرة الثالثة يمكنها ان تجعله يستكين او الرضوخ لاحتلالها الاثم والذي يعتبر اخر احتلال اقتلاعي في هذا العالم فالولايات المتحدة التي كانت ولا تزال اكبر قوة في العالم لحقت بها الهزيمة في فيتنام فالقوة العسكرية لا تساوي شيئا امام ارادة الشعوب وشعبنا ارادته فولاذيه ولن تثنيه أي ممارسات انتهاكات عن مواصله مسيرته الوطنيه وبدلا من هذا العداء فان باستطاعه قاده الاحتلال ان يجعلوا المنطقه تنعم بالامن والسلام وكذلك العالم انهم استجابوا للسلام والتزموا بالقرارات والقوانين والاعراف الدوليه المتعلقه بالقضيه الفلسطينيه واستوعبوا دروس التاريخ ولكن هيهات ان يفعلوا ذلك تقول القدس والى صحيفه محليه اخرى مشاهدينا ننتقل واياكم الى صحيفه الايام ونبقى في السياق ذاته واخترنا لكم هذا المقال تحت عنوان أم ناصر أبو حميد بقلم ريما نزال فتقول ريما نزال مشاهدينا في مقالها شهيد وستة أسرى هم أبناء وثروة الحاجة أم ناصر أبو حميد العائلة لا تلتقي مجتمعة إلا في السجن في الفورة أو من خلال القضبان أربعة من الأبناء محكومون بالسجن المؤبد بينما جهاد وإسلام موقوفان في السجن دائمو الحركة أما عبد المنعم فمنذ خروجه الأخير من البيت لم يعد والأرجح أنه لن يفعل حيث فضل الاستقرار في بيت الخلود. ام ناصر تقوم بدور البطوله الحصريه للمسلسل الطويل، تظهر دائما وهي تنتقل من سجن الى سجن بين ابن وابن، بين اجتياح واخر للمخيم، يلقي الاحتلال على السيد السلام على طريقته المعتاده، تدمير المنزل، ام ناصر باقيه في المخيم ولا تستعرض اي بطولات رغم انها حصريه، اعتاد المخيم على سماع ضجيج الدبابيس لدى خروجها الى الشارع. وتقول ايضا مشاهدين الكاتبه ام ناصر كالجبل تمثال من شموخ وانف في الحجيج الهادر باتجاه اطلال بيتها اتخذت زاويه مكتظه في محاوله لقراءه سطح الشمع، احتفظت السيده بتحكمها في مشاعرها، بركانها لم يلفظ ما فيه من جمر اللعنات والحسره والنقمه. بقيت ام ناصر على اطلال بيتها تصارع واقعا المها كثيرا، كان الما جارحا وطازجا دائما، اعتادته شيئا فشيئا، صار بعضا منها وصارت بعضا منه، لا خيار امامها سوى ان تختاره للعيش، ما زالت تقول انه اختيار انساني وانه جدير بالتجريب ما عاشت. مشاهدينا انتهت جولتنا في الصحف المحليه، فاصل ونستكمل متن الخبر، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد وإلى جولة الصحف العربية مشاهدين اخترنا لكم من صحيفة القدس حيث كتبت هذا العنوان حراك السترات الصفراء القشة التي أوجعت ظهر النظام السياسي الفرنسي فتقول القدس في هذا المقال لم يكن اتساع خروج السترات الصفراء في البداية مؤشرا لبداية حركة سياسية أو عقائدية تأخذ من هذا اللون رمزا يتوافق مع أهدافها أو تاريخها بل كان السبب في إلزامية ارتدائها التي فرضتها قوانين السير لسائقي المركبات المستهلكة للوقود وتزامنها مع فترة ارتفاع أسعار الم محروقات ليجعل من هذا اللون رمزا شعبيا صلبا يجمع ملايين الفرنسيين من ذوي الدخل المحدود نتيجه لارتفاع اسعار الوقود الذي فرضته السلطات الفرنسيه تطبيقا لبدء عمليه التغيير في استعمال الطاقه والابتعاد تدريجيا عن الوقود العضوي الذي يتمثل في النفط وابداله بمحركات بنظام الطاقه الكهربائيه المشحونه في المستقبل لا شك ان الطبيعه العفويه لهذه الاحتجاجات تقول القدس واكتسابها زخما واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل فئات مختلفة لم تكن وليدة اليوم، وإذا نظرنا إلى هذا بعين الاعتبار لطبيعة الأزمة السياسية التي تربط النخبة الحاكمة بالمجتمع منذ أكثر من ثلاثين عاماً بعد فشل النظام الاقتصادي الداخلي الذي ساهم بدوره في خلق فجوة بين النخبة الحاكمة والمجتمع نتيجة لخروج لهذه الأهداف الاقتصادية من دائرة السيطرة الفرنسية وانتقالها إلى دائرة السيطرة الأوروبية من خلال تبعيتها المباشرة للسلطة الممنوحة للمفوضية الأوروبية. التي تجاوزت العمله الفرنسيه واضعفتها بعد التخلي عن السياسه النقديه المحليه في نظام اليورو لصالح المانيا والدولار الامريكي، يبدو ان صوت فيكتور هوغو تقول القدس هو الصوت نفسه الذي حملته السترات الصفراء اليوم، انه روح المقاومه الفرنسيه التي لا تزال تحوم وتهمس في ان عظمه فرنسا بنيت من خلال التضامن والشجاعه من اجل بلد حر وإلى صحيفة عربية أخرى مشاهدين اخترنا لكم من فقرة آذان وعيون للكاتب جهاد الخازن من صحيفة الحياة اللندنية هذا العنوان ترامب يواجه العالم والقضاء فيقول جهاد الخاسن دخل دونالد ترامب البيت الأبيض وشعاره أمريكا أولا وهو يستخدم قوانين ضريبة لحماية الإنتاج المحلي وإلى درجة أن يفرض رسوما على زيتون إسبانيا والصلب من كندا الولايات المتحده والصين في هدنه ضريبيه والصين وعدت بدرس الموقف الامريكي وربما بالتعايش مع هذا الموقف غير ان الضرائب الاخري خارج هذا النطاق ويضيف الخازن منذ دخول ترامب البيت الابيض في الشهر الاول من السنه الماضيه اجرت ادارته اكثر من 120 تحقيقا مع 31 دوله وصادرات منها الى الولايات المتحده باكثر من 12 بليون دولار، الصين شملها 38 تحقيقا والهند 12 تحقيقا وبعدها كوريا الجنوبيه ثم تايلاند وتايوان وكندا وفيتنام وتركيا وايطاليا والبرازيل، ويضيف الخازن في هذا المقال اكبر التحقيق كان ضد شركة الطائرات الكندية بومباردية ولجنة التجارة الدولية الأمريكية وجدت أن الشركة الكندية لم تسبب ضررا للأعمال المماثلة لها في الولايات المتحدة وألغت الضرائب عليها حجمها 300 في المئة يكفي أن أقول هنا يقول الغازل أن ترامب في أول سنتين له في الحكم جمع من القضايا ضد دول أخرى بما يزيد على معظم ما جمع باراك أوباما في ثماني سنوات له في البيت الابيض مشاهدينا نبقى في الصحف العربيه ولكن مع نوافذ متن الخبر والبدايه من الصحف المصريه والزميله نور الصباح اهلا بك نور التحية لك رايا ولكم مشاهدين في هذه الجولة بين أروقة الصحف المصرية والتي تاتيكم دائما عبر برنامج متن الخبر وفي صحيفه الاهرام مصطفى السعيد يكتب تحت عنوان افول عصر امريكا واسرائيل ويقول السعيد في هذا المقال هناك علامات للغروب كما للشروق وعلى ما يبدو فان مقوله ان الايام تمر تعني ان الدنيا متقلبه ليس على الافراد فقط انما الدول والفرق انها تاخذ وقتا اطول في صعود وافول الدول لكن التاريخ يتحرك الان بسرعه فهو ايضا يتاثر بثوره الاتصالات وزمن يقاس بالفمتو ثانيه ولهذا يمكن ان نرى في سنوات ما كان يستغرق قرونا نظره سريعه على قاده امريكا واسرائيل تعطي انطباعا ان الاوضاع ليست على ما يرام فالقادة لهم ملامح الدول في الصعود والسطوع والأفول فلم يكن بالإمكان أن يصعد شخص مثل ترامب ليقود أمريكا أثناء زمن توحيد أمريكا أو الحربين العالميتين أو حتى الحرب الباردة وكذلك هناك فرق هائل بين بنغوريون أو جولدا مائير أو حتى شارون وبنيامين نتنياهو فالقادة المرتبكون والمتورطون في قضايا فساد ويكذبون أكثر هم قادة فترات التراجع في ذات الصحيفه وحيد عبد المجيد يكتب تحت عنوان ميركل الصغيره ويقول عبد المجيد هنا سيتعود الناس في انحاء العالم تدريجيا على اسم انجريت كارين باور الزعيمة الجديدة للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني الذي لا يزال الأكبر رغم تراجع شعبيته انتخبت كارن باور لقيادة الحزب في المؤتمر العام الذي عقده قبل أيام كانت ميركل في حاجة إلى فوز كارن باور لتضمن استمرارها في رئاسة الحكومة حتى موعد الانتخابات العامة المقبلة عام 2021 فقد استقالت ميركل من قيادة حزبها اعترافا بأنها تتحمل المسؤولية عن عن تراجع شعبيته في الفترة الأخيرة، ولكنها ترغب في البقاء في رئاسة الحكومة حتى انتهاء ولايتها، ما لم تضطرها الظروف إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة قبل موعدها الطبيعي عام 2021. أما في صحيفة الأخبار فمحمد البهنساوي يكتب تحت عنوان مصر أوروبا وأفريقيا عبر البوابة النمساوية، ويقول البهنساوي في هذا المقال: زيارة الرئيس إلى فيينا تتضمن مشاركته في منتدى أوروبا-أفريقيا الذي يبحث تعزيز التعاون بين القارتين في مجالات الابتكار وسبل تمويل المشروعات المختلفة، فمصر التي بدأت تستعيد مكانتها وبقوة في قيادة القارة السمراء، هل من المتصور أن تغيب عن ملتقى مهم مثل هذا يعد وسيلة للارتقاء بظروف المعيشة في الدول الأفريقية؟ وهكذا نتأكد كما قلنا من أن الزيارات الخارجية مدروسة بعناية فائقة ومخطط اهدافها فتلك الزيارة الى فيينا لا تخاطب النمسا وحدها او قارتها العجوز فقط انما تتخطى كل هذا الى قارتنا السمراء الشابة الفتية هنا مشاهدينا تنتهي هذه الجولة بين اروقة الصحف المصرية والان عودة اليك راية في استوديوهات رام شكرا لكم والى اللقاء شكرا لك نور على جولة الصحف المصرية مشاهدين وإلى جولة الصحف الأردنية والزميلة أروى حماد أهلا بك أروى شكرا لك رايا ونرحب بك وبمشاهدينا في هذه الجولة الجديدة في الصحافة الأردنية والتي نستهلها مع صحيفة الغد واخترنا لكم مقال الكاتب فهد الخيطان تحت عنوان العفو العام بعد تردد يشير الكاتب إلى وجهات النظر المعارضة والمؤيدة لقرار العفو العام الذي صدر مؤخرا فالمعارضون يرون أنه طعن بنهج سيادة القانون الذي تكافح مؤسسات الدولة لتكريسه نهي عن الخسائر المالية المترتبة على إعفاء آلاف المواطنين من المخالفات والغرامات المستحقة لخزينة الدولة، في المقابل يمثل العفو بالنسبة للمؤيدين وسيلة لتخفيف حدة الاحتقان الاجتماعي واستيعاب المرحلة الاقتصادية الصعبة بكل تداعياتها، ويضيف الكاتب: كان واضحا أن التوجيه الملكي للحكومة بإعادة قانون العفو العام أثار حالة من الارتياح في أوساط المواطنين الأردنيين ومن صحيفة الغد ننتقل إلى موضوع آخر في صحيفة الرأي مقال للكاتب عصام قدماني تحت عنوان كلاشيه تغيير النهج يقول الكاتب في مقاله هناك كلاشيه جاهز درجه اقتصاديون وسياسيون واعلاميون على استخدامه وهو تغيير النهج لكن تغيير النهج هو دعوه غير واضحه فما هو النهج المرغوب في تغييره فاذا كان الامر يتعلق بالسياسات والقرارات التي تعيق الاقتصاد باستبدالها باخرى من شانها تحقيق النمو الاقتصادي فهذا ما تسعى لأن تفعله السياسات الراهنة، ويضيف الكاتب: أما إن المقصود هو حل الأزمة الاقتصادية بتخفيض الضرائب والعودة إلى دعم السلع والخدمات لإرضاء الشارع وهم يعرفون أن ذلك لن يؤدي إلى حل الأزمة بل إلى تفاقمها، وإذا لم تحدد مضامين التغيير المطلوب ووسائل تحقيقه سيبقى مجرد شعار براق وفارغ لا فائدة منه. وننتقل الى مقال الكاتب محمد داوديه في صحيفه الدستور تحت عنوان صعود العمل الشعبوي يشير الكاتب في مقاله إلى موجات تسونامي صعود السياسات الشعبوية المتلاحقة التي نجمت عن اهتزاز الثقة وفقدانها بالنخب السياسية والاقتصادية القائدة وعن الآثام التي ارتكبتها، ويقول الكاتب: يمتد تسونامي الفعل السياسي الشعبوي الفوضوي ويغطي العالم في أوسع وأضخم حركة احتجاج شهدها الكون حتى الآن بسبب الفساد والنهب المتوحش المنظم الذي جر مقدرات البشريه ودفع الناس الى الجوع والفقر وجعلها وقودا لحروبه وصراعاته ويضيف الكاتب دفع الفاسدون العالم الى حافه الهاويه وحاله انكار الفساد ستظل تقود الى عدم جديه مكافحته مكافحه حديديه صارمه ومع هذا المقال تكون جولتنا في الصحافه الاردنيه قد انتهت وعوده اليك رايه شكراً لكِ أروى على جولةِ الصّحفِ الأردنيَّةِ، مشاهدينا جولتنا في الصّحفِ العربيَّةِ انتهتْ، فاصل ونستكملُ ما تبقَّى من متنِ الخبرِ، ابقوا معنا بكم من جديد والى جولة الصحف العالمية مشاهدينا اخترنا لكم هذا الاستطلاع والذي كتبته صحيفة الواشنطن بوست حول عدد قليل من الأمريكيين يصدقون ترامب لأنه معتاد على قول أشياء غير حقيقية فقالت الواشنطن بوست في هذا الاستطلاع الذي أجرته وهو الأول من نوعه استهدف خطابات ترامب خلال جولتين انتخابيتين سابقتين كشف أن تصريحات ترامب وتأكيداته كانت كاذبة ومضللة بنسبة 70 في فعلى مدار أشهر زعم ترامب، تقول الواشنطن بوست، أن صناعة الصلب والحديد الأمريكية ستبني ستة مصانع جديدة، وكرر خلال انتخابات التجديد النصفي أن الديمقراطيين وقعوا مشروع قانون للحدود المفتوحة، كما زعم ترامب أن هناك ملايين الأصوات الانتخابية كانت مزورة في انتخابات عام 2016، ولم يكن أي من تلك المزاعم صحيحا، كما أن معظم الأمريكيين لا يصدقونها، وسعى الاستطلاع لتحديد ما يعتقده الأمريكيون حول ترامب، فلم يسبق أن أجرت بوست هذا النوع من الاستطلاعات من قبل وكانت بمثابة الفحص الأكثر شمولا ما إذا كانت ادعاءات ترامب كاذبة ومضللة قد ترسخت بين الجمهور الأمريكي الأوسع وإلى صحيفة أخرى مشاهدين اخترنا لكم من صحيفة الاندبندنت هذا العنوان والذي جاء لقد تفجر الخلاف بين فريق جيرمي كوربن الأعلى عندما كان على الحزب أن يدفع باتجاه حجب الثقة عن حكومه تيريزا مي. حسب ما علمته صحيفه الاندبندنت فتقول الاندبندنت شهد الخلاف شخصيات رئيسه في الحكومه تطالب بان يكون هناك حل عاجل من اجل اقاله ماي بعد أن ضعفت بسبب محاولة نواب حزب المحافظين للإطاحة بها لكن السيد كوربن وحلفائه يرفضون السماح للمضي قدما في الهجوم إلى أن تكون هناك فرصة جيدة لنجاحه ومن المرجح أن تمنع أي محاولة للتحرك إلى أن تجري السيدة مي تصويتها المجدي على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه تقول الاندبندنت تقوم مجموعة من عام 2017 من أعضاء البرلمان من حزب العمال بتنسيق رسالة خاصة إلى السيد كوربن تحثه على التحرك بسرعة معظم أعضاء البرلمان الذين يدفعون باتجاه العمل قبل أعياد الميلاد هم من أنصار الحملة لإجراء استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سياسة حزب العمالة الرسمية هي أنه سينظر فقط في دعم تصويت عام آخر بمجرد فشل محاولات الاطاحة بالحكومة واجراء انتخابات عامة يعتقد العديد من نواب الحزب ان هذا امرا لا مفر منه وانهم يريدون ان تسرع العمليه بحيث ان يكون هناك تحويل للتركيز لاعطاء الناخبين استفتاء نهائي بهذا الشان وكان زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرم كوربن قد قال في وقت سابق ان حكومه ما لم تعد فاعله وانه يجب عليها الاعتراف بان صفقه خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي قد انتهت، واعلن كوربن تقديم اقتراح بسحب الثقه من حكومه ما في مجلس العموم سابقا. مشاهدينا انتهت جولتنا في الصحف العالميه، اما الان الى كاريكاتير واخترناه لكم من صحيفه الحياه الجديده لنتابع. مشاهدينا انتهت حلقه متن الخبر لهذا اليوم دمتم دم برعايه الله والى اللقاء